ينضم إلينا من أم درمان عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، بعد يوم من الهدنة الجديدة، ما هي الأوضاع لديك؟ الأوضاع في أم درمان منذ 6 ساعات هدوء في المدينة في جميع الجيوب ما عدا تحليق لطائرات الاستطلاع، لكن لم نسمع أي تبادل لإطلاق النار، ولم نسمع إطلاق رصاص، ولم نسمع دوي لقصف في المدينة منذ 6 ساعات في جميع جيوب المدينة. الغزو كان اليوم في يوم أمس، الغزو كان في مدينة درمان. زميلي محمد عبيد كان تمركز في منطقة قرب أم درمان ومنطقة شارع العرضة، منطقة ود البشير، وكذلك في منطقة بالقرب من الإذاعة والتلفزيون. كان هناك اشتباكات متقطعة قبل 6 ساعات من هذا التوقيت، لكن الأوضاع استقرت تماما منذ 6 ساعات. الأوضاع في أم درمان منذ صبيحة يوم أمس الجمعة كانت هناك حركة طبيعية لسير المواطنين بالشوارع، وكذلك العربات الخاصة والعربات عربات النقل العامة. كان الوضع طبيعي في المدينة، رغم أنه كان هناك اليوم قصف الصواريخ عبرت شمال مدينة درمان إلى مواقع في مدينة الخرطوم أو في مدينة الخرطوم بحري. عدد السلع الغذائية بدأ يتناقص في المدينة، وفي لاحظت ذلك من خلال جولتي في أرفف المحلات. بدأت السلع سلع مهمة، بدأت مثل سلعة الدقيق وكذلك سلعة الزبادي بدأت تختفي من محلات البيع والشراء، وكذلك أيضا لاحظت هنالك أصبح تراكم كبير جدا وإفراز للقمامة والنفايات في شوارع الأحياء والشوارع الرئيسية، مما دعا المواطنين في داخل الأحياء بحرق هذه القمامة والنفايات في الحاويات أو المواعين الخاصة بتجميع القمامة، لأنه عربات نقل النفايات غابت منذ انطلاق شرارة الحرب في السودان بصورة عامة، وكذلك في مدينة أم درمان. وكذلك أيضا لاحظت هنالك حركة نزوح وحركة سفر من أم درمان إلى ولاية نهر النيل التي تقع شمال العاصمة الخرطوم، وكذلك الولاية الشمالية التي تقع شمال العاصمة الخرطوم أيضا. ولاحظت أيضا هنالك نزوح من مدينة بحري، مما أسهم في ارتفاع أسعار إيجار الشقق المفروشة. أصبح سوق رايج الآن في أم درمان الشقق المفروشة لعدد من الأسر القادمة من مدينة الخرطوم أو مدينة الخرطوم بحري. عدد المستشفيات زار عدد المستشفيات 4 مستشفيات في الريف الشمالي لمدينة درمان تعمل بكفاءة عالية، وذلك مستشفى أم درمان عادت للعمل قسم غسيل الكلى، وكذلك مستشفى النوب في أم درمان أيضا عاد للعمل، وكذلك مستشفى أم بدة ومستشفى الراجحي غرب أم درمان عاد إلى العمل. وأطلقت مناشدات من وزارة الصحة ولاية الخرطوم للكادر الطبي بأن هلموا إلى المستشفيات لعلاج المرضى. الوضع الصحي تحسن قليل، تحسن قليل ليس بالكثير. بالنسبة أيضا لإنقطاع الإمداد الدوائي من مدينة الخرطوم، لأن الإمداد الدوائي يأتي إلى أم درمان من مدينة الخرطوم. هذا يسبب أيضا جزء من المشكلة قيام الإمداد الدوائي، نسبة لأنه يعمل جسم واحد فقط.